جولة صحفية يومية مع أبرز أخبار المملكة العربية السعودية. نبدأ مع صحيفة تواصل والتي عنونت عاجل الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وفي التفاصيل، صدر عن ديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي، دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443 هجري الموافق في 7 مايو 2022 ميلادي مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية. أما صحيفة عاجل فعنونت: منتجي دواجن تنفي بيع البيض لدول مجاورة بأسعار أقل، السعر بناء على الحجم. وفي التفاصيل، أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن وجود وفرة في بيض المائدة في الأسواق، مشيرة إلى أن الأسواق المحلية تشهد تقارباً كبيراً في أسعاره مع دول الجوار ووفرة في إنتاجه مع تأثر أسعاره بالأزمات العالمية. وأشارت اللجنة إلى أن طبق البيض يتوفر حالياً في الأسواق المحلية بأسعار متفاوتة ويحدد سعره بناءً على أحجامه. وأوضحت أن ما يشاع حول تصدير منتجات البيض من المملكة إلى دول مجاورة وبيعها بأسعار أقل غير صحيحة ونفي في وقت سابق من الشركة المنتجة. أما موقع العربية فعنونا: قرار توطين 4 مهن في السعودية يدخل حيز التنفيذ. وفي التفاصيل، يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد قرار وزارة الموارد البشرية السعودية الذي يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وأدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال. أما CNN فقد عنونت: السعودية قرار ضد الرئيس التنفيذي لمطار جدة بعد ضجة الازدحام. وفي التفاصيل، أعفي ريان طرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة من منصبه السبت، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أثارتها مقاطع فيديو للازدحامات والتأخيرات في مطار الملك عبد العزيز الأسبوع الماضي. ونشرت إمارة مكة بياناً أعلنت فيه تكليف أيمن عبد العزيز أبو عبات رئيساً تنفيذياً خلفاً لطرابزوني اعتباراً من تاريخ نشر البيان السبت.